العناوين. تركيا تنعش تفاهم معراب الهش وتطالب بأن يشمل جميع الأفرقاء. دعوة الطرفين لتنظيم العلاقة السياسية بينهما على أن تشمل جميع الأفرقاء من دون استثناء. احتدام سجالات بين التيار العوني والحزب الاشتراكي، والحريري يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة. الحل يبدأ بالتوقف عن هدر الوقت ووضع تأليف الحكومة ووضع التنفيذ، وأنا مش هستسلم. حنكش يكشف لإذاعتنا المجزرة البيئية في كفرتي. مجزرة ولا أبشع من هيك، وناطرين وزير البيئة يتفضل اليوم يعمل عرضات عالمية. وحصباني عن مخاطر معمل الإترنيت في شكة. اتفقنا أن يكون في نوع من اللجنة للمتابعة من وزارة الصحة لحتى ننظر في فقط الشق الصحي لهالموضوع. ولاية في موسكو، وترامب لا يتوقع الكثير من لقائه بوتين. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لتعلم ولادك وتقدر تكفيلن جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمن بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. في ظل التخبط الحكومي الحاصل والذي شكل حالة استنفار على الصعيد السياسي من خلال اللقاءات والمشاورات المكثفة، تبقى هموم المواطن المعيشية والاجتماعية والصحية في آخر سلم أولويات السلطة، وهي التي تحتاج إلى حالة استنفار قصوى مع تكشف المزيد من المشاكل والأزمات التي يتخبط بها المواطنون من السكن إلى البيئة فالمخاطر الصحية. فبعد الجريمة المتواصلة والمتمثلة بردم البحر بالنفايات، مجزرة بيئية جديدة تكشفت اليوم في كفرتي بقعة كنعان بين كسروان والمتن، توازياً مع فضيحة معمل الإترنيت في شكة، والتفاصيل في سياق النشرة. أما سياسياً فالشاشة مسمرة على مشهد صعوبة التأليف الذي لا يزال يشهد مراوحة قاتلة بالرغم من المخاطر والتداعيات على الاقتصاد، والتي يجب أن تشكل حافزاً أمام المسؤولين لتسريع تشكيل الحكومة. لكن العقد المستعصية ما زال تحول دون الحل، ولاسيما العقدة المسيحية التي أشعلت سجالات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وهزت أساسات تفاهم معراب الهش، ما دفع بكركي إلى الدخول على الخط لإعادة إنعاشه. وتخفيف التوتر والحفاظ على المصالحة التي أرساها تفاهم معراب إضافة إلى الملف الحكومي، مواضيع نوقشت في خلال الاجتماع الذي جمع فيه البطريرك الماروني بشار الراعي في الديمان، عربي التفاهم الوزير ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان الذي قاد السيارة بنفسه إلى المقر البطريركي الصيفي مصطحبا الرياشي معه. الاجتماع على شرفة الديمان أعقبه غداء أقامه البطريرك على شرف رياشي وكنعان اللذين أودعهما البطريرك رسالة لنقلها إلى كل من رئيس الجمهورية وقيادتي التيار والقوات. الوزير رياشي شدد على أن الاختيار